بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة ان شاء الله نتعمق اكتر في عالم البروتوتايب بإذن الله. قلنا ان احنا لما بننشئ فانكشن، الكونستراكتور فانكشن اللي عملناها دي بيكون عندنا بروتوتايب خاص بيها بيتعمل اول ما انت بتنشئ الفانكشن، ورحنا عملنا الكلام ده في الكونسول عشان نتفرج عليه. ادي كونسول لوج يوزر بالشكل ده، وبعدين كمان هنطبع اليوزر 1 في الكونسول عشان نقدر نشوف الفكرة بتاعتنا. اول حاجة يا جماعة ده اليوزر، هنطبع البروتوتايب الخاص بيه بالشكل ده، وبعدين نبص بصة هنا قبل ما ندخل في شرح الدرس. الكونستراكتور ده احنا اتفقنا ان البروتوتايب بتاع الفانكشن بتاعتنا فيها بروبرتي اسمها كونستراكتور اهي، والفاليو بتاعتها هي الفانكشن اللي انت انشأتها. حلو قوي الكلام ده. لما جينا انشأنا يوزر جديد او اوبجكت جديد من الكونستراكتور فانكشن دي، قلنا ان هي بتاكسس على جميع الخواص الموجودة في البروتوتايب بتاع الفانكشن دي. مظبوط مظبوط. دلوقتي هتبص على اليوزر هتلاقي فيه البروبرتيز الخاصه بيه، النيم والويلكم، وهتلاقي حاجه اسمها بروتو، ده البروتوتايب اللي احنا بنتكلم عليه. لو جيت فتحته هتلاقي فيه الخواص بالظبط اللي موجوده هنا في الكونستراكتور الاصلي اللي هو انشا الاوبجكت ده. طيب عشان تتاكد هتلاقي البروبرتي كونستراكتور والفاليو هي الفانكشن. بص كده معايا، ادي الفانكشن وادي الفانكشن بالظبط. طيب عايزين دلوقتي نعرف ازاي نضيف ميثود جديده للكونستراكتور فانكشن بتاعتنا او للكلاس لما نيجي نتعلمه باذن الله، من غير ما نعمل اي تعديل على الكونستراكتور نفسه. ازاي هنعمل الكلام ده؟ ببساطه شديده جدا، هتمسك الكونستراكتور الاول اسمه ايه، يوزر، تمام، دوت. عايز تضيف فين الخواص اللي انت عايز تعملها في البروتوتايب؟ هقول له يوزر دوت بروتوتايب. كده انا دخلت على البروتوتايب الخاص بالكونستراكشن الكونستراكتور فانكشن دي، وهضيف فيها مثلا ميثود جديده، خلينا نسميها مثلا اد تايتل. هتضيف بس التايتل بتاع الشخص مش اكتر، مش هتعمل اي حاجة معقدة. ريتيرن، هقول له بس ان انا عايز اضيف كلمة مستر وبعدها اسم الشخص اللي هو this dot name. تمام جدا جدا الكلام ده. خلينا نسيف ونشوف ايه اللي حصل. اول حاجة مين اول سطر ده يا جماعة؟ ده الاوبجكت اللي بيتعمل للفانكشن بتاعتنا اللي هي البروبرتي اللي بتتعمل اوتوماتيك اللي اسمها بروتوتايب. محتواها ايه؟ محتواها زي ما اتفقنا الكونستراكتور والفاليو بتاعتها هي الفانكشن دي. طب لو جينا فتحناها دلوقتي هتلاقي بقى فيها ميثود جديده اسمها اد تايتل، انت اللي ضفتها بنفسك اهو. طيب حلو قوي. بعيدا بقى عن الاد تايتل دي جواها ايه والكلام ده كله، مش هنغوص فيه دلوقتي. عندك الكونستراكتور اهو اللي كان موجود قبل كده، وعندك الاد تايتل ميثود. حلو قوي. الكونستراكتور فانكشن دي انشانا بيها يوزرز كتير، منهم اليوزر اللي احنا واقفين عليه ده، صح؟ هنفتح بقى اليوزر ده. اليوزر ده فيه النيم اسامه والويلكم الموجودين اصلا اهو، مفيش اي مشكله فيهم. ولو جينا فتحنا البروتوتايب هتلاقي ميثود اسمها اد تايتل. ده يا جماعه يثبت لك ان ده نفس البروتوتايب بتاع الكونستراكتور اللي هو في العادي. حلو قوي. دلوقتي بقى ايه اللي بيحصل لما اجي انا اكتب يوزر 1 دوت؟ ايه اللي بيحصل يا ترى؟ اول حاجه انت عايز تجيب الاد تايتل ميثود اللي انت ضفتها بالبروتوتايب تحت دي، هروح عليها كده. بس قبل ما اشغلها في نقطه انا عايز بس ايه اتكلم فيها. لغه الجافا سكريبت بتعمل ايه، او الانجن بتاع اللغه بيعمل ايه؟ بيدور اول حاجه على البروبرتي اللي انت بتدور عليها دي اللي انت عايز تكتبها، بيدور عليها في الاوبجكت نفسه. هنا في نيم ويلكم موجوده، هنا مش موجوده، لقاها مش موجوده بيدخل على اول بروتوتايب. ده اللي حصل بالظبط. الاد تايتل دي موجوده هنا يا جماعه، مش موجوده، مفيش غير نيم ويلكم، فبيروح فاتح اول بروتوتايب، يدخل على البروتوتايب، لقاها تمام، ما لقاهاش بيكمل على البروتوتايب اللي بعده، وده هنقوله في الدروس الجايه ده جاي منين عشان تبقى فاهمه 100%. اول ما يلاقيها يروح مشغلها لحد ما يوصل طبعا لنهايه التشين. الحركه اللي احنا عملناها دي بيسموها ان احنا بنضيف ميثود في البروتوتايب تشين. التشين يا جماعه اللي هي السلسله او الحلقات يعني. طيب الكلام ده جميل وزي الفل وتمام، يعني معنى كده ان فعلا انا عليا اكسس على الاد تايتل، مظبوط، ويوزر 2 كمان ليه اكسس عليها ومفيش اي مشكله خالص اهو. حلو قوي الكلام ده. طب انا عايز اعمل مثال تاني كده عشان يعني احاول اخلي الموضوع يثبت في دماغي شويه. دلوقتي انت عندك الكونستراكتور فانكشن بتاعتك اسمها يوزر، دي انت اللي عملتها صح؟ صح. مش احنا عندنا اوبجكت كونستراكتور اللي اسمه اوبجكت؟ اه عندنا. طب ايه رايك لو حطيت لك حاجه في الاوبجكت كونستراكتور بحيث اي اوبجكت يتعمل في الدنيا يكون ليه اكسس على الحاجه دي عشان تتاكد بنفسك من الفكر؟ جميل. طيب عملنا الموضوع ده ازاي قبل كده؟ كنا بنكتب اسم الكونستراكتور الاول بتاعنا اللي اسمه يوزر، هكتب اوبجكت، ده الكونستراكتور اللي احنا بنتارجته عشان نعمل فيه الفكره بتاعتنا، تمام. عايز ادخل على البروتوتايب بتاعه، جميل جدا. طب ايه رايكم نطبع الكلام ده في الكونسول قبل ما نعمل اي حاجه؟ هادي كونسول دوت لوج، وهشوف البروتوتايب بتاع الاوبجكت موجود فيه ايه. حلو، موجود فيه شويه حاجات عسل اهو، خليهم في دماغك بقى. هقول له دلوقتي اوبجكت دوت بروتوتايب
دوت خلينا نحط مثلا بروبرتي اسمها ايه الزيرو مثلا، والقيمة بتاعتها هتكون الزيرو ويب سكور. تمام كده؟ تمام، عسل. اول الكلام ده اللي انا عملته دلوقتي ده معناه ايه؟ انا ما حطيتش يا جماعه ميثود، انا حطيت بس بروبرتي اسمها الزيرو والقيمه بتاعتها الزيرو ويب سكور، وهقول له سيف. اول حاجه تلاحظها حصلت، خلينا نفتح هنا البروتوتايب بتاع الاوبجكت. اول حاجه تلاقيها بقى في عندي البروبرتي موجوده اهي، والفاليو بتاعتها موجوده، وهنا طبعا الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده، الكونستراكتور والاوبجكت والكلام ده كله. طيب كل الكلام ده جميل وعسل. دلوقتي انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان اي اوبجكت في الدنيا هتنشئه as an instance from الاوبجكت كونستراكتور بتاعنا هيكون متاح لي انه يدخل على البروبرتي اللي اسمها الزيرو دي. فلو جيت دلوقتي على سبيل المثال قلت له كونست ماي اوبجكت بيساوي، بعدين هحط اوبجكت جديد في a1 وb2 على سبيل المثال، وبعدين هروح في الكونسول او ان احنا نروح هنا مباشره وهقول له مثلا ماي Object. بص هو اصلا كاتب لك ايه المتاح ان انت تدخل عليه، الاي والبي. اوكي هقول له ماي اوبجكت، بس عايز اعرف ايه اللي جواه دلوقتي. ماي اوبجكت دلوقتي يا جماعه جواه الاي والبي اللي هم البروبرتيز بتاعتنا، وطبعا الاوبجكت اللي هو او البروتوتايب الخاص بيه هو البروتوتايب الخاص بالاوبجكت اهو، في كل خواص الاوبجكت وفي البروبرتي اللي انا ضفتها اهي. عشان تتاكد دلوقتي ممكن نكتب ماي اوبجكت دوت اي، ايه يا جماعه هيجيب لي رقم 1، وبي هيجيب لي اللي بعده على طول. لو سي مفيش حاجه اسمها سي طبعا اهو انديفايند، فعايز اشوف بقى هل الزيرو موجوده. اهو الزيرو موجوده زي ما انتم شايفين. هو عمل ايه كده؟ دخل على الاوبجكت دور في الخواص بتاعته، لقى الزيرو دي مش موجوده في الخواص، فراح داخل على اول بروتوتايب، لقى في البروتوتايب قيمه اللي هو بيدور عليها اسمها الزيرو، راح جايب لك الفاليو بتاعتها زي ما انت شايف. لقى يعني اقصد لقى الكي اللي اسمه الزيرو، وجاب لك زي ما انت شايف القيمه بتاعته كده. يا جماعه الحمد لله عملنا مثال عشان تفهم الفكره العامه للبروتوتايب، وازاي تضيف ميثود في البروتوتايب تشين، وازاي تعرف يعني ايه كل حاجه ليها بروتوتايب والكلام ده، وازاي تعرف انت ليك اكسس. كلمه يا جماعه بنورث الخواص معناها ان الخواص معاك تقدر تاكسس عليها، عشان بس حاول ان انت ما تفرقش كلمه نورث الخواص عن ان انا اكسس عليها، الاثنين واحد. ورثت الخواص كلها عندي معناها ان انا اقدر اكسس عليها. طيب حلو قوي الكلام ده. وكده فاضل لنا حاجه من الحاجات المهمه، ليه بدخل بلاقي بروتوتايب جواه بروتوتايب جواه بروتوتايب والكلام ده كله معناه ايه؟ زائد ان احنا نعمل مثال عملي تاني اكتر احترافيه من مثال الاوبجكت ده عشان يفهمك الفكره. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.